بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام، عشاق الأصالة، يتجدد لقانا بحضراتكم وأشواط صباحي هذا اليوم لسن الإذاعة، تتواصل بعد اكتمال الجولة الأولى الذي انطلقت بأربع أشواط. ينطلق الشوط الخامس في انطلاقات خاصة بالإذاعة الأبكار المحليات، الأصايل لأبناء القبائل، أبناء الخليج الحاضرة المتقدمة المقدمة، أجمل نوعيات الأصايل في ميدان المرموم، تحفة الميادين، تتواصل في الستة كيلومترات، تندفع بحثا عن الفوز وعن الناموس في هذا الانطلاق وهذا الاندفاع. انطلق الشوط وانطلقت الآمال مع المشاركين في هذا الشوط وفي هذا الاندفاع الجميل والشيق على أرضية هذا الميدان. نسير مباشرة مع المراكز الأولى مع هذا الشوط وهو خامس الأشواط في صباح هذا اليوم، بداية الجولة الثانية. ننطلق مع المركز الأول ونرى السيطرة مصيحة على رأس حربة هذا الشوط، حمد بن صالح بن حمد القمرة، تتقدم المشاركات وتقودهن بجداره، بينما تليها في المركز الثاني ضبا تأتي في المركز الثاني، ويأتي صالح بن محمد بن سيف الجحافي على المركز الثاني بهذا الانطلاق، نقلة على المركز الثالث. نقلة على المركز الثالث في هذه اللحظات، وثالث المراكز تتواجد فيه العزيزة، تتقدم جار الله بن حمد بن محمد بن عقيل النابت، يتقدم على المركز الثالث في هذا العزيزية اللي تتقدم على المركز الثالث، جار الله بن حمد بن عقيل المري، بينما المركز الرابع مياسة تأتي في المركز الرابع، وحمد بن محمد بن خلفان الشامسي تتقدم على رابع المراكز، بينما المركز الخامس أشوف فيه الصايلة في المركز الخامس، محمد بن حمد بن خليفة العطية تتقدم، شعار العطية وشعار الجريان الذي ينطلق في هذه اللحظات على المركز الخامس، بينما المركز السادس العزوم محمد بالطوير بالمر العامري، بينما المركز السابع عنيدة في المركز السابع، تعود ملكيتها فري بن علي بن حمودة الظاهري في سابع المراكز، أخذ المركز الثامن. وشوف ثامن المراكز في هذه اللحظات الوارية لسعيد بصغير بن عبد الله المالكي، وتاسع المراكز هذه تواجدت شواهين لخليفة بن نصيب بن خليفة الخيالي، والمركز العاشر التواجد والتقدم في هذه اللحظة من غيوم علي بن حمد بن خليفة العطية. هذه النتيجة للعشرة المراكز الأولى في أول مسار هذا الشوط وتحدياته في هذا الانطلاق للعشرة المراكز الأولى في شوط وانطلاقة الإذاع في أشواط الإبداع والإمتاع في خامس الأشواط مع المحليات الأصايل الذي تنطلق حامل آمال الناموس، حامل آمال التحديات الجميلة. أعود إلى المركز الأول، من البداية لا زالت مسيطرة مصيحة على مقدمة الشوط السندباد القطري، حمد بن صالح بن حمد القمرة الذي ينطلق مع المركز الأول مسيطر على المقدمة مع مصيحة، ولكن شوف التحركات. المركز الثاني ضبا صالح بن محمد بن سيف اليحافي تنطلق على المركز الثاني، بينما المركز الثالث ثالث المراكز هذه العزيزية لجار الله بن حمد بن محمد بن عقيل النابت المري، يتقدم في هذه اللحظات. وهناك الدخول من الوارية سعيد بصغير بن عبد الله المالكي، تتقدم على المركز الرابع. هذه الأربع المراكز الأولى المتقدمة في هذا المسار.
المركز الخامس يتقدم شعار الجريان، الشعار الفنان يقدم غيوم في هذا الانطلاق، تندفع في هذه التحديات. وعلي بن حمد بن خليفة العطية يتقدم ويقدم غيوم هذا الشوط وانطلاقاته على المركز الخامس. أما المركز السادس وصلت لملوح، ملوح هلال بن سعيد بن هلال الظاهري. المركز السابع، سابع المراكز هناك مياس لحمد بن محمد بن خلفان الشامسي. المركز الثامن تحركت فيه أفعال لمحمد بن عبد الله بالدودة الحرسوسي تتقدم في هذه اللحظات. والمركز التاسع، تاسع المراكز هذه ترنيم تتقدم، عبد الله بن سالم بن محمد بن قطامي تأتي في المركز التاسع. وهناك تقدمت في هذه اللحظات مياس لمبارك بن محمد بن خير بن عزيز الشريفي. هذه العشر المراكز الأولى المتقدمة في مسار هذا الشوط وتحدياته. عودة إلى المراكز الأولى، عودة إلى الانطلاق الأول، بنا انحناء الميدان، بان انحناء الميدان واتجهنا إلى اليسار وانطلقنا مباشرة إلى خط النهاية وإلى ناموس هذا الشوط ما بين الإذاعة. لا زالت صامدة، لا زالت مصرهم صيحة من البداية على المركز الأول. حمد بن صالح بن حمد القمرة تتقدم مع المركز الأول، تقود الأصايل، تقود الإذاعة وتتقدمهن. المركز الثاني تتواجد في الوارية لسعيد بصغير بن عبد الله المالكي تتقدم في المركز الثاني. والمركز الثالث اللي هي ضبا لصالح بن محمد بن سيف اليحافي تاتي في المركز الثالث. الثلاث المراكز الأولى والمركز الرابع اللي انطلقت، اللي بدأت بالانطلاق في هذه اللحظات، اليمامة، اليمامة من اليمامة وعايد بن بدر بن فهد القحطاني يتقدم في هذه اللحظات، يتقدم مع الكيلو المتر الأخير، يتقدم في هذه اللحظات مع الكيلو المتر الأخير. بدأ الرقص، بدأت الأمور، بدأت التحديات الجميلة. لا زالت اللي في المركز الأول تتقدم في هذه اللحظات، تنطلق وتندفع اللي هي الوارية سعيد بصغير بن عبد الله المالكي حامله الأمال لأهالي السلطنة في السلام من المرموم. المركز الثاني، اليمامة في المركز الثاني، اليمامة اليمامة عايد بن بدر بن فهد العصيمي القحطاني يتقدم على المركز الثاني بهذا الانطلاق ومقدم لنا اليمامة ويايب اليمامة. الثالث بدأت تتحرك أفعال محمد بن عبد الله بالدود الحرسوسي يتقدم على المركز الثالث. عودة مع الرقصة، عودة مع الأربعمائة متر الأخيرة، الأربعمائة متر الأخيرة. اليمامة، اليمامة قامت الداعب حمامة لها معها علاقات جديمة. اليمامة، اليمامة على المركز الأول عايد بن بدر بن فهد القحطاني ينطلق مع المركز الأول. وهالي السلطنة وهالي المملكة في المرموم يتنافسون، يبون السلامات، يا السلام. وهناك عادة الوارية، الوارية، اليمامة، الوارية، الأمتار الأخيرة، الوارية، اليمامة، الوارية. هالي السلطنة سعيد بصغير بن عبد الله المالكي ينتزع ناموس هذا الشوط. المركز الثاني اليمامة لعايد بن بدر قحطاني. والمركز الثالث وصلت فيه اللي هي مصيحة لحمد بن صالح القمرة. والمركز الرابع، المركز الرابع اللي وصلت فيه غيوم لعلي بن حمد العطية. والمركز الخامس، المركز الخامس هذه أفعال لمحمد بن عبد الله الحرسوسي. هكذا كانت النتيجة وهكذا كانت الأثارة حتى الرمق الأخير في التنافس الثنتين، ولكن أهالي السلطنة حظوا بسلام هذا الشوط. أهالي الدريز في منطقة شمال الشرقية في سلطنة عمان يستاهلون الفوز والناموس. 9:18 وجزء واحد من الثانية قدمت الواري سعيد بصغير بن عبد الله المالكي تهانينا والناموس، بينما المركز الثاني وصلت فيه الإمامة عايد بن بدر بن فهد العصيمي القحطاني الذي انطلق مع المركز الثاني. 9:18 وعشر أجزاء من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز. بينما المركز الثالث نشوف مع أبو عدنان. صباح الخير
على هذه السلاسل الجميلة. المركز الثالث من وصلت في مصيحة في توقيت زمني 9:22 وجزء واحد من الثانية. تهانينا وناموس على هذا الفوز لحمد بن صالح بن حمد القمرة المري.